حقق طلبة مملكة البحرين مجددا نتائج متميزة في المسابقة التي شاركوا فيها، تمثلت في 6 مراكز أولى بمسابقة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم لإبداعات الطفولة على المستوى الخليجي، وكذلك المركزين الأول والثالث بمسابقة الخط العربي التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج، والحصول على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة هاكاثون للابتكار على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هنأ سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم بتحقيق مدارس مملكة البحرين بكوادرها الإدارية والتعليمية وطلبتها إنجازات تربوية مشرفة جديدة، وذلك لدى استقباله للفائزين، مشيدا بما تحقق من نتائج مميزة تؤكد ما وصلت إليه المسيرة التعليمية من مستوى مشرف نتيجة الجهود المبذولة للارتقاء بأداء المدارس على الأصعدة كافة، سيما في مجال تنمية الموهبة والإبداع والابتكار في شتى المجالات، وذلك من خلال البرامج والأنشطة التي يقدمها مركز رعاية الطلبة الموهوبين وإدارة الخدمات الطلابية وغيرها من القطاعات والإدارات التعليمية. شاركت مدرستنا في هاكاثون الشرق الأوسط الذي يهدف إلى تقديم حلول إبداعية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا على شكل تطبيقات. شاركت مدرستنا في قطاعي السياحة والرعاية الصحية، وقد أحرزت المركز الأول في القطاعين ولله الحمد. فخورون جدا بهذا الإنجاز المشرف الذي نهديه إلى مملكتنا الغالية. عبارة عن مشروع يخدم المريض، وهو بمثابة ملف طبي، يعني ملف طبي فيه جميع بيانات المريض وتحاليله وتاريخه المرضي وحالاته الصحية، يستفيد منه الطاقم الطبي والإداري في أي مستشفى عام أو خاص. طبعا إحنا كنا نعمل على تطبيق باسم Above the Clouds، فوق الغيوم، وهو فعلا تطبيقنا وخيالاتنا راحت فوق الغيوم، لأن الحمد لله أنجزنا وجبنا فكرة تطبيق شامل مميز يساعد السياح لما يكونون في دولة غريبة أو زائرين دولة أخرى، يقدم لهم المساعدة بسلاسة وبسهولة. طبعا الفوز كان حلم كبير كلنا، وطبعا حققنا الحمد لله. أولا أهدي فوزي إلى البحرين وإلى أهلي وإلى مدرستي صار ثانوية للبنات. هذه الإنجاز بالنسبة لنا فخر أن إحنا نواصل في هذه الجائحة، نواصل العطاء بعد أن هذا الإنجاز طلع مكنونات وتميز الطالبات والمعلمات، والميدان التربوي في مملكة البحرين يعج بالكثير من المتميزين اللي هم قادرين على تسيير عجلة التعليم. مشروعنا كان عبارة عن فيكس مرار أو المرآة الذكية، وهي عبارة عن مرآة، هاي المرآة ممكن انها تاخذ قياسات الشخص، على اساس طبعا كلنا نعرف جائحة كورونا اثرت على العالم، اثرت على المبيعات والاقتصاد، فلذلك فكرنا في هذا التطبيق على اساس ممكن انه بدون ما نحتاج الى الدخول في غرفة التبديل وتجريب الملابس بهاي الطريقة. شاركت في مسابقة الشيخة لطيفة مقال عن جائحة كورونا، لله الحمد والمنة حققت للمركز الاول. وزارة التربية والتعليم دأبت على الاهتمام بمهارتي القراءة والكتابة، ولأنني أود أن أكون كاتبة مستقبلاً، قررت أن أدخل هذه المسابقة لأختبر مهاراتي. فزت بالمركز الأول في مسابقة الكاريكاتير بعنوان جائحة كورونا، واللي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، جائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة. أهدي فوزي إلى مملكتنا الحبيبة وإلى عائلتي وإلى معلماتي وإدارة مدرسة الحد الثانوية للبنات. شعوري لما طلعت المركز الأول في مسابقة الخط المرحلة الابتدائية كنت مستانس واجد صراحة، وما توقعت أن أحقق هالمركز، كان حلم بالنسبة لي أن أحققه، وأهدي هالفوز حق مملكة البحرين والمدرسة. هذا وشارك من مدارس المملكة أكثر من 60 طالبا وطالبة في مختلف مجالات المسابقة عن بعد تحت شعار جائحة كورونا.